السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسألني البعض عن عبدة وعبيدة والضياغم وعلاقتهم ومنه اللي يرجع للآخر. البعض ما يعني ما عنده خلفية تاريخية، لكن راح أوضح بعض الأمور. عبيدة هذه بنت الزير المهلهة لأخو كليب. بعد ما قتل كليب تحارب الزير مع أبناء عمومته، وذهب بعد قصة ابن عباد مع الزير، ذهب لملك اليمن يستنجد فيه، يطلب يعني الفزعة على أبناء عمومته. طبعا كان ملك اليمن معاوية، ملقب معاوية الخير بن عمر بن معاوية بن الحارث الجنبي المذحجي من قحطان الكبرى. فشاف بنت الزير لقب اسمها عبيدة، وقيل أنه لقب لها عبيدة، فخطبها من أبوها يعني. وكان الزير يعني زوجها كما تقول الروايات والمصادر، زوجها مجبر علشان يعني يقوم معه الملك ضد أبناء عمومته ملك اليمن معاوية. فأنجب معاوية أنجب من عبيدة أبناء عبيدة هذه أو عبيدة المعروفين الآن في عبيدة قحطان، وهم الخمسة يقال لهم الأبطن، وهم العايد والشداد بنو قيس والصلت والسفر. هذولا موجودين الآن في قبيلة في عبيدة في قبيلة قحطان حاليين. هذا زوج عبيدة الأول أو عبيدة بنت الزير، زوجها الأول معاوية. بعد ما توفي الملك هذا معاوية تزوجها الملك روح بن مدرك بن عبد الحميد بن مدرك، أيضا من نفس مذحجه، من جنب بن مذحج من قحطان، وكان ملك باليمن، مقرهم نجران كلهم معاوية وروح، وكانت الجنوب جنوب الجزيرة العربية كلها يمن وقتها. بعد ما تزوجها روح أنجبت له أبناء من حفيده الثامن، خرجت الضياغم، وحفيده الثامن اسمه ضيغم بن منيف بن علي بن جابر بن عبد الرب بن ربيع بن سليمان بن عبد الرحمن بن روح بن مدرك. هذول الضياغم من حفيد روح زوج عبيدة الثاني، من حفيد روح الثامن منه تسلسلة الضياغم. فالبعض يظن أن كل أبناء عبيدة من زوجيها الاثنين يظن أنهم كلهم ضياغم، وهذا خطأ كبير. الضياغم فقط من أحفاد روح، وليس كل أحفاد روح، من حفيده الثامن ضيغم بن منيف بن علي بن جابر بن عبد الرب، هذول الضياغم. فالآن عبيدة وعبيدة هذه جمعت أبنائها من زوجها الأول معاوية وزوجها الثاني روح، وسموا عبيدة. هذول يطلق عليهم عبيدة، لكن ليسوا كلهم ضياغم. فأبناء معاوية ليسوا ضياغم، لأنه لا يوجد فيه سلسلة نسبهم أو عمود النسب، لا يوجد ضيغم. وليس كل أبناء روح من زوجها الثاني ضياغم، فقط من حفيدها الثامن ضيغم، هذول الضياغم. طبعا الضياغم تفرقوا على بعض القبائل، منهم عبدة في شمر، ويوجد بعض القبائل العربية كمطير وبني هاجر والحارث وجينة، ويوجد في الأردن ولبنان وسوريا والعراق جنوب العراق، وأيضا بالحواز الضياغم، وهذا المتعارف عليه. وهذا فرق بين عبدة وعبيدة. عبيدة
عبده ترجع إلى عبيده، ولكن ليس كل عبيده ضياغا. هذا هو الفرق لمن لا يعرف الخلفية التاريخية. يعطيكم العافية.